رفع المشاركون في أعمال المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية والذي أقيم تحت عنوان المرأة والقانون مسيرة وإنجاز تحديات وتطلعات خالص التهاني والتقدير إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الذي أقيم على مدى 3 أيام تحت رعاية كريمة من سموها. المشاركون أكدوا أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من قبل الإدارة السياسية الذي كان له الدور الأكبر في تعزيز حضورها في جميع المجالات وعلى مختلف الصعد. وخلال المؤتمر شددت السيدة هادة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة على ضرورة وضع وتفعيل برامج تمكين المرأة والخدمات المساندة لعمل المرأة من خلال تفعيل دور لجان تكافؤ الفرص في المؤسسات القانونية والعدلية، خصوصا على صعيد سد الفجوة بين المرأة والرجل في المجال القانوني والعدلي، وضرورة زيادة عدد القضاة في المحاكم الأسرية واستكمال تشكيل الكادر الوظيفي المتخصص في مكتب التوفيق الأسري مع توفير برامج التدريب المناسبة. وأكدت بأن المؤتمر أشاد بما تحقق في مملكة البحرين من تطوير على منظومة التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية التنفيذية واللوائح الإدارية، وأكد على أهمية استكمال تطويرها بما يتلائم مع مواد الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بالمرأة وبمراعاة تامة لخصوصية المجتمع البحريني وأحكام الشريعة الإسلامية السامحة، مشيدة في الوقت ذاته بالمشاركة الفاعلة للشباب من الجنسين ومن طلبة كليات الحقوق في جميع جامعات المملكة. هذا وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات تناولت محاور أساسية هي التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية والخدمات القانونية المقدمة للمرأة والأسرة وبرامج التدريب النوعية الخاصة بالمرأة. توصيات المؤتمر الوطني الثالث للمرأة البحرينية جاءت صريحة وشمولية، فبعضها تطرق إلى التشريعات والقرارات التنفيذية واللوائح الإدارية، والبعض الآخر تناول جانبا مهما وهي الخدمات القانونية المقدمة للمرأة والأسرة البحرينية. أوصى المؤتمر بأولا الإسراع في استكمال قانون أحكام الأسرة باعتباره حاجة مجتمعية ملحة وإصدار مذكرة تفسيرية شارحة للأحكام الواردة في القسم الأول من القانون بما يساهم في التسهيل على المتقاضين والمحامين. ثانياً الإسراع في اتخاذ إجراءات فورية لمنح الخصوصية للقضاء الأسري من خلال إنشاء مبنى مستقل لمحاكم الأسرة يأخذ بعين الاعتبار طبيعة وخصوصية وسرية القضايا الأسرية. ثالثاً مراجعة وتعديل القرارات التنفيذية واللوائح الإدارية لصندوق النفقة بما يساهم في تخفيف معاناة المرأة البحرينية وأبنائها المستحقين للنفقة. رابعاً الإسراع في إصدار القرارات التنفيذية الخاصة بقانون الحماية من العنف الأسري ورعاية ذوي الإعاقة. خامساً تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية باعتباره أحد القوانين المساندة لقانون أحكام الأسرة. سادساً تفعيل الأدوات الرقابية لضمان حسن تنفيذ التشريعات الوطنية والقرارات الوزارية واللوائح الإدارية التنفيذية. المؤتمر لم يغفل أن يتطرق إلى أهمية إصدار الشق الثاني من قانون الأسرة، فمن فوق منبره نادى المشاركون بضرورة إقراره لتكتمل بذلك منظومة العمل بقانون الأسرة بشقيه. ما تواجه المرأة في المحاكم الشرعية بوجود النص سوف تنتظم حقوقها وستحدد ما لها وما عليها. أنا أريد أن أصل إلى أن حقوق المرأة تحلق بجناحين، فلا بد من وجود الجناح الآخر. المرأة والقانون مسيرة وإنجاز تحديات وتطلعات، هذا هو الشعار الذي حمله المؤتمر منذ انطلاقته، وتمخضت عنه جلسات حوارية تحدثت عن واقع حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي، فيما قدمت ورقتان، الأولى بحثت فرص عمل المرأة في المجال القانوني والعدلي، أما الثانية فقدمت النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في ذات المجال.
كان أول شيء انتهينا إليه بأن المرأة هي المسؤولة عن خلق فرص عمل لها، هي قادرة، هي امرأة متميزة على المستوى على الساحة، سواء كان الساحة البحرينية وأيضا الساحة الدولية. الكل يشيد بالإمكانيات التي تتمتع فيها المرأة البحرينية وهي قادرة، ولكن يجب عليها أن تتجه بأنظارها إلى فرص العمل الموجودة على الساحة الدولية، وأن تذهب أكثر إلى التميز والحرفنة، وكذلك لخلق فرص عمل عن طريق بعض الوظائف أو بعض المجالات مثل مجالات التحكيم، حوكمة الشركات وغيرها من المجالات العمل الدولية. الحقيقة أثبتت المرأة في كل المجالات وفي المجال القانوني، رغم قصر الفترة اللي دخلت فيها المرأة مجال القضاء، لكنها تميزت، شخصيات متميزة ظهرت على الساحة أثبتت أن المرأة لا تقل عن الرجل أبدا في تحمل هالمسؤولية الكبيرة، مسؤولية العدالة، اللي إحنا أيضا في المجلس الأعلى للمرأة نتطلع إلى العدالة من منطلق مبدأ تكافؤ الفرص. كلية الحقوق بجامعة البحرين شاركت أيضا الحضور بورقة عمل من خلال جلسة حوارية حملت عنوان المرأة والشباب في ظل القانون، أكدت من خلالها أهمية الدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية في جميع المجالات. الجلسة الأخيرة اللي أنا شاركت فيها كانت تتناول مخرجات أو التوصيات اللي خرج فيها الملتقى الحقوقي اللي صار عندنا في الجامعة، بالإضافة لأنها كانت جلسة شبابية تناولنا فيها آخر التوصيات اللي توصل لها البرلمان الشبابي اللي كان موديل للبرنامج الشبابي. أراد المجلس الأعلى للمرأة أن احنا نشارك الملتقى الحقوقي الذي كان كفرع لاحتفاء هذا العام بالمرأة القانونية، فأتت مشاركتنا لاستعراض مخرجات الملتقى الحقوقي الخامس واللي كانت تلامس احتياجات المرأة والشباب. أشكر صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة على تخصيصها يوم للمرأة القانونية، وعلى نجاح المؤتمر الذي تم مناقشة أهم وأدق الأوراق والقضايا. الدور المتميز الذي تلعبه المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي اليوم بات واضحا بأنها أصبحت رقما صعبا في هذا المجال، وذلك بفضل الدعم اللامحدود الذي تحظى به من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. حضور ومشاركة المرأة في المجال القانوني والعدلي محور تم مناقشته في ختام المؤتمر الوطني الثالث المرأة البحرينية المرأة والقانون ليبرز مسيرة المرأة البحرينية في المجالين القانوني والعدلي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.